السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحه جيده. اليوم ان شاء الله راح نبداو حلويات العيد، وبلا يعني ما نبداو في التعليقات الجانبيه راح نقول لكم بديت على بكري باش هكا الوحده فيكم من المشتركات اللي حايبه تبدا في الكاطو تاع العيد راح تدي فكره واش حابه تدي من عندي من موديلات. حاجه ثانيه، انا راح ندير موديلات بسيطه في متناول الجميع في نفس الوقت تتكل، ماشي ندير موديلات مغنشقه ومن بعد يعني ما تقدروش تاكلوها وزيد تحكم لكم اليد. انا راح نحاول ندير لكم البسيط الاقتصادي والبنين اكثر، راح نركز على البنه. فاول موديل راح نقترحه عليكم هو سابلي بانديبيس. بانديبيس حقيقه سابلي في منتهى البنه، عنده واحد لوغو ما شاء الله. وثاني حاجه نقولها لكم، انا هنا راح ديما ما ندير لكم راح ندير لكم مقادير صغيره اللي في الفيديو، اما في صندوق الوصف فنعطيكم مقادير متوسطه على اساسها تحبوا تضاعفوا او تحبوا ديروا هذيك المقادير. انا لانه راح ندير عده انواع ساكتفي بمقادير صغيره. اذا سمحوني طولت عليكم، راح نروحوا للمقادير نتاع الحلوى نتاعنا. اذا واش نحتاجوا؟ انا هنايا عندي 75 غرام نتاع زبده طريه بدرجه حراره الغرفه، عندي هنايا ربع مغارف زيت، وديما شوفوا الزيت يكون شويه خفيف يعني باش ما يجيش الكاطو تاعكم ثقيل. هنا الزيت باش يعطينا برك الهشاشه للكاطو نتاعنا. هنايا عندي 40 غرام نتاع سكر كلاس كما راكم تلاحظوا. هنا مش راح نستعمل لافاني لانه السابلي تاعي راه منكه اصلا بالتوابل يعني نتاع البان دي بيس. نحتاج من البان دي بيس نص كاس كما راكم تلاحظوا رحيته. نحتاج بيضه كامله وقرصه نتاع ملح وطبعا الليمون بالفرينه. اذا نروح لطريقه التحضير. اذا البنات في الوعاء راح نحط الزيت، نحط الزبده، ثم نحط البيضه، نحط هذيك القرصه نتاع الملح، سكر كلاص، ونخفقوا كل شيء بالباتر. بعد ما خفقنا المكونات هادو نزيد البان دي بيس مرحي، ثم نلموه بالفرينه، ونسيت نقول لكم بشويه ثاني نتاع خميره، حوالي نصف ملعقه صغيره. نبدا نضيف الفرينه تدريجيا ونخلطه. طبعا ديما في الاخر نقول لكم شحال خرجت لي من حبه. الفرينه زيدوها تدريجيا باش ما تيفيتيو لا تيبسو لا بات نتاعكم. انا هنا مازلت نحتاج غير شويه، اذا هكا تحصلوا على جينة طريه وما تلصقش بهذا الشكل.
اذا هنا جبت الليمون نتاعي، راح نبدا ناخذ لاباط و نشكلها في الليمون، ما نعمروش بس من بعد تطلع بالفرينه. والفوق تاعكم سخنوه من الاحسن على 160 درجه، يعني باش هكا الكاطو تاعكم يطيب في عقلو، وبالتالي ما يتحرقش ما يتلهفش. كما على بالكم هادو لي مونتا سيليكون شويه يلهفوا الكاطو، يعني يجي محروق شويه من تحت هكذا. اذا راح نكملهم كامل ونرجع لكم. اذا راني عمرت المول وبقاو بقات لاباط، يعني قيس 6 اخرين هكاك. راح ندخلها طيب، ندخل المول باش طيب الحلوه نتاعنا ونرجع لكم ان شاء الله. كما راكم تلاحظوا بعد ما طاب السابلي نتاعي، راح نبدا ناخذ بالحبه ثم ندهنها بالمربى. وهنايا في الوعاء هذا اللي راكم تشوفوا فيه راني درت خبز التوابل، رحيته بالروبو، رحيوه جيدا. لما نرمدو ندهنو عفوا، شوفوا البنات ما تلومونيش في بعض الكلمات لانه انا راني صايمه ودي فوا ما نركزش خلاص ما عاودش قاعده نهضر. المهم بعد ما ندهنوها راح نرمدوها الخبز نتاعنا بهذا الشكل. حاولوا نلصقوا فيها مليح، بهذا الشكل. ثم نحطوها في صحن على جنب، نزيدو نديرو الباقي بنفس الطريقة. هكذا البنات اللي يعانوا من مشكلة يعني ما يسمعوش الصوت في الفيديو، انا هذا هو حديت الصوت، يعني راني رفعته. ديروا فقط السماعات الكتمة يعني باش تسمعوا الكلمات جيدا. يعني الرائحة تاعو روعة هكذا. نكملها من نفس الطريقه ونرجع لكم البنات. بعد ما رمت لي سابلي تاعي في البان دي بيس مرحي، افضل تريحوه بودر على قد ما تقدروا. هنايا جبت هذه صلصه الطوفيه واللي سقسيتوني بزاف عليها واش هي، هي صوص كراميل اي تتباع واجده. روحوا عند اللي يبيعوا مواد صنع الحلويات قولوا لهم باك صلصه الطوفيه ولا صلصه الكراميل ام يمدوها لكم. والان واش حندير، تحبوا تحطوا في لابوشادو يتخدموا، تحبوا تخدموا فقط بالملعقه نعمروا في الوسط بهذا الشكل، ولا تقدروا تعمروا بالنسي كراميل، ولا ثاني تقدروا تعمروا بالمربى وشنو راح تجي، يعني يجي الكراميل ابن في لاغسيت هذه هكذا. انا راح نكمل نعمرهم كامل ونرجع لكم ان شاء الله. اذا البنات هنا جينا لفقره التزيين، والتزيين دائما يبقى اختياري. هنايا في الكراميل حطيت حبه تاع بندق، اختصتها في الكراميل باش نلصقها كيما هك على جنب. انا هنايا شريت كيما نقولوا احنا ب 50 دينار جزائري بالميزان برك باش نزين به، 50 دينار جزائري بندق و 50 دينار جزائري بيستاش
اقسم تشكي ما راكم تلاحظوا عليه زوج، و حتى هو البيستاش راح نغمسو في الكراميل و نلصقو بهذا الشكل. نزيد ناخذ نصف اخر و تحصلوا على هاد النتيجه. راح نكمل نزينهم كامل ونرجع لكم ان شاء الله. اذا ها هي النتيجه اخواتي، ان شاء الله تكون نالت الاعجاب نتاعكم. ناخذوا حبه عبادانا وراح نقسموها كما شفتوا، سابلي هش وفي منتهى الروعه. صدقوني انه يجي بزاف بزاف بنين. نتمنى انكم تجربوه، اقتصادي يعني ما فيش حاجه كبيره. ها هو. اذا عجبتكم الوصفه نتاع اليوم، اولى وصفات عيد الفطر المبارك، ديروا لي جيم وانتظروني في وصفات اخرى ومتنوعه. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.